حسناء الدراما السورية. الفنانة صباح بركات، نورتيني. أنا الله خلقني فنانة. منشوفك شوي مقلة بأعمالك بإطلالاتك، مو بعدي أم أنت قررتي هيك؟ الأجر له علاقة بالقيمة. فهنن ما حيجيبوا هذا النجم ويعطوه فرنجين. لا. بتقولي قدمتي تنازلات خلال مسيرتك ببداياتك؟ وزوجي انصدم، طلع هيك قال لي لك هاي الممثلة بتشبهك؟ قلت له ايه انا. مسلسلات اللبنانية او الاردنية او السعودية او الى اخره بتعلم مثل ما عم تعلم الدراما السورية؟ نحن عم نرفعهم. نحن عم نرفع كل الدنيا. حضرتك نقابية، قدي اخدتي حقك من النقابة؟ زعلانة منه كتير، وهو عمل فيني ضرب يعني معلش. شو الجانب السلبي اللي بتقولي اذا بدك تنتقدي باب الحارة؟ ارجو من المخرجين انه عطوا فرص للناس، انه مو واحد مثلا رئيس مخفر ليه؟ بيقولوا مهنة التمثيل من اهم جوانبها تعابير الوش. يعني شفتها وصلاني للسرة والله حرام. عرض عليك التمثيل بالدراما والسينما المصرية، وكان احد العروض من بطولة محمد هنيدي. الدرع الذهبي للابداع الفني، هو اعلى درع، اعلى جائزة اخذها التلفزيون السوري بتاريخ حياته بصوتي. عدد بالادوار الاستاذ زهير رمضان، عم نشوفه كتير عم يتكرر. حضرتك ضد الجرأة بالطرح وبالفكر وبالمشاهد بهالطريقة هيدي؟ انا فعلا تفاجأت بموقف عائلتي كلها كانوا داعمين. بعيدي عن الوسط الفني كصداقات، قديش عندك صداقات فنية؟ انا مالي مسؤولة، لو كانوا كل الممثلين اللي معي احسن مني او اسوأ مني. اليوم قدي حدا متوازن حافظتي على هذا الشيء؟ وين ما بروح بالدنيا سوريا هي دمي وقلبي ونفسي.